السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أول حاجة نترحم على القائد قائد المقاومة وسيد المقاومة الشهيد حسن نصر الله. حسن نصر الله ده الرعب بتاع اليهود، الرعب بتاع الدويل، الرعب بتاعهم كلهم، استشهد أمس. وده طبعا عادي، يعني دي اللي بيجي بعد طوالي بواصل في المسيرة دفاعا عن فلسطين، دفاعا عن القدس، دفاعا عن المسلمين. ما وقف ما قصر، نزل الله في أعلى الجنان. نمشي نشوف الحاصل شنو. أول حاجة القائد العام وصل قيادة المعارك، القائد العام وصل قيادة المعارك، وده حاجة متوقعة جدا ومعروفة جدا أنه هو حيكون في القيادة. الناس اللي كانت بتتكلم أنه مشى وكده، لا لا، الشغل متفق عليه، ما في شغل بيتعامل بوراء، ما في شغل بيتعامل عشان هو، ما في شغل بيتعامل لما يسافر ولما في، لا لا، ما خلاص ده قرار الجيش. قيادة كاملة مؤسسة كلها واحد، يعني بيقعدوا يجتمعوا ويتناقشوا ويوصلوا للحلول، يشوفوا التقارير في كده، الوضع كده، الميدان كده، الان ما في ما في حاجه، الامور كده، ممكن نتقدم هنا، ممكن هنا، بيضعوا خطه وبيمشوا. الان القائد العام موجود في الميدان. قائدكم وين انتوا يا جنجويد؟ الهيكل العظمي بتاعكم وين؟ الهيكل العظمي بتاعكم وين؟ احنا دارين نشوف هيكلكم العظمي. هذاك احنا قائدنا لافي ولافي وشحمه ولحمه. انتوا وين هيكلكم العظمي؟ وين الذكاء حقكم الاصطناعي؟ وين؟ ما عندكم حاجة، ما عندكم أي حاجة، كذابين، ماجورين، جعجعة، كلام فاضي، كذب، طلس، نفاق. هتطلعوا هتكتبوا في التاريخ أكتر أكتر ناس كذبوا في التاريخ، لدرجة تزوروا البني آدم. ياخذوا الغايد بتاع المقاومة حسن نصر الله، حمدت ولا حسن نصر الله؟ داك بالنسبة لهم السيد حسن نصر الله خلاص الكلام انتهى، داك سيد المقاومة. لما استشهد ما نكروا، طلعوا قالوا استشهد. ما مشوا على لون واحد في ايران وركبوا له دقن وجابوه خدته وقالوا ده حسن نصر الله ما مات. لأنكم بلدة، لأنكم ما عندكم مشروع، لأنكم انتم مشروع الفرد بانتماء للفرد، بل انت ما عندكم حاجة عشان تكاتلوا عليها. عشان كده سايقينكم بالمريع، لو بتعرفوا المريع ازالوا منه بتعرفوا انتوا شنو. بيجيبوا لكم اي حاجه ممكن يصنعوا للبقر، يجيبوا لها هنا كده، يربسوا لها قطن، يحشوا لها قطن، يسووا لها كده عشان تتاكد. نفس الطريقه، نفس الشغل بتاع الحليب. بيحلبوكم كده انتوا، الدويله بتحلبكم كده، تعمل لكم زول صناعي وتحلب فيكم من حمدوكم ليدي جيركم لابراهيم شيخكم ليس لكم، ليكم كلكم يا نجوس، ليكم كلكم، ناس الشريفة، الناس اللي بتفهم، الناس اللي عندها قضية، الناس اللي عندها مؤسسة، الناس تتعلن شهداء طوالي. لكن انتوا ذاك ميت فطيس، هتطلعوا تقولوا لا لا لازم تخدتهم. ليه؟ لأنه ناسه ما بحلبوا. لو الزول ده مشى أعلنوا قالوا هناي، ناسه ما بحلبوا تاني، عشان كده لازم يجيبوا لهم صناعي، يحشوا لهم قطن، يخدوا لهم عشان يحلبوا. والان يتم حلب القحاطه وبكيف، وهم متاكدين انه حميتي مات وعارفين انه انجغم، لكن يحلبوا غصبا عنهم، يحلبوا غصبا عنهم، غصبا عنهم يحلبوا. التحيه للقائد العام وللجيش الجديد، دي برا بترفع المعنويات للجيش وبتخليه يتماسك زياده، وتخلي الانتصارات وتخلي الجيش بتدي الثبات. لما الجيش يجي والغايد حقه في الميدان بتدي دافع كبير جدا 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 جدا، وبتخليه ياكل الزلط وياكل النار. طالما غايده جاو وفي الميدان، دي حاجه كبيره جدا 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 جدا. تحيه للغايد العام. نمشي للميدان. اول حاجه امس المكان اللي مشي تصور فيه كيكل ما شاء الله تبارك الله،
الناس مشوا له وجماعتنا وصلوه وصوروا فيه فيديو، لانه هو اساسا مش عابر واخذ له صوره ولحقوه سريع سريع عرد ما تلقى. نزلت لك الفيديو وزولك بيتكلم ده في الجبهه بهناك قاعد، هو رسله وموجود هناك، ولانه شافوا الفيديو بتاع كيكل ومستفز جدا جدا فتحركوا عليه، ولكن ما لقوه ما لقوه، عرد ما هو الراجل اللي بيقعد ولا هو الراجل اللي بيكاتل، عرد حرد. نمشي الاثنين بالنسبه للكلاكله يا جماعه، الكلاكله ما فيها جيش، كلاكله جاي جيش من وين؟ ما فيها جيش. كلمناكم الكلاكله يا جماعه طيران، الناس بيسوقوا فيكم ببوستات وفتنة تمشي وراهم، وتاني تيجي تسأل الكلاكلة ما فيها جيش، الكلاكلة ما فيها جيش، الغايب يكلم الحاضر، الكلاكلة ما فيها جيش، كلام منتهي. ما يسوقوك بهنا في جيش وبهنا في جيش، وما في ما في لسه ناس شغالة هنا، قريب قريب لسه ناس تصبر تصبر، الشغلة ماشية كويس مرتبة. نمشي للحاجة اللي بعديها. طبعا خال الخيابة قال لكم الجيش انسحب ورجع ومشى ومشى مدرمان، وطبعا شفنا الليلة، لأنه الناس احنا كنا متكتمين عارفين والتفاصيل وعارفين انه الجيش عمل شنو هناك وقاعد بيعمل في شنو والدخل شنو، مش عارف والله تفاصيل التفاصيل، لكن ما بنرد عليه بالحاجة اللي هو دايرها، ما بنوري الحاجة الحاصلة شنو، لأنه هو ما عارف حاجة، غبي بليد غبي وبليد. جيش قاعد كان موجود الآن في الدفاعات، كان في حاجات يعني الجيش ما ممكن طوال يمشي، بس مشى دخل طوال، مشى الخرطوم، مشى القيادة، الناس ديل جوا ما عندهم حاجة، عربات بالعدد، لكن عندهم غنماصين كتار قاعدين في العمارة، ما عندهم جيش كده أرضا نلاقي جيشنا، ما عندهم. مهما كنت لازم تتأخر. ليه تتأخر؟ عشان ما تفقد، عشان ما تفقد. هاي الروح السودانية غالية، عشان انت ينجز لك في ساعة ممكن تفقد 30-40، لو اتأنى عملهم 5 ساعات ممكن ما يفقد، نخلون 5 ساعات، ما لنا شفقانين، احنا صبرنا سنة و6 شهور، نخلون 8 ساعات ما لنا شفقاني، نخلون 10 ساعات، نخلون يومين، ما فرقت معنا، طالما بدينا الهجوم اصلا ما في حاجه فارقه معنا. نهاية ما مستعجلين. طالما جيشنا اقل من مهلك، تاتي 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 تاتي. وخذ راحتك. تاتي ما تتاكد انك 100% ما لا تتقدم. اصلا عندنا احنا مشكله. اي ما تسمح كلام الأدماء، والله أكثر ناس زعلانين من تقدم الجيش القحاطة، وأكثر ناس بيصرخوا من انتصار الجيش القحاطة، فرحة الشعب السوداني دي ما دارينها. تطلع رشا عوض تقول لك الشعب فرحان، ليه فرحانين؟ ليه؟ ولما فرح ناس نفرح بيتين يا حيزبون، الحيزبون نفرح بيتين، نفرح بيتين الحيزبون، لو ما فرحنا الآن حتى في الفرح بتاع الشعب السوداني ده عندكم راي؟ حتى في سعة الشعب السوداني بالانتصار على الملاقيط الجنجويد اسيادكم جبتوه نتو، ما نفرح؟ كيف ما نفرح؟ لو ما فرح الشعب السوداني ده يفرح بتين، يفرح بتين يا عديمة الشرف يا عديمة الاخلاق، يفرح بتين، يفرح بتين يا رمة، يفرح بتين تاني. الشعب السوداني فرحان لانه عنده جيش، الشعب السوداني فرحان لأنه جيشه انتصر، شعب السوداني فرحان لأنه راجع لبلده، شعب السوداني فرحان لأنه تخلص من السرطان الجنجويدي ومن القحاطي الرمة الخنيتة. عشان كده الشعب السوداني فرحان. جيش تقدم ومشى وداوس وحرر مناطق كثيرة في المقرن، معظم المقرن تحت سيطرة الجيش. سوداتيل بنك، كله كله كله، عمارات كثيرة، شوارع، أي حاجة. الناس دي قاموا جارين، عربات انحرقت، العربات البسيطة حرقت. عندهم عربات جديدة ما فيها وقود ذاتها وبتتحرك استلم الجيش.
جديدة خاتلنا بس استلم الجيش صيجوا صيجوا فيون المات وفيون الصيج وقاموا جارين. الجيش متقدم من كل اتجاه مطر شفت الجيش جيوش سيول ولسه ده ولا حاجة ولا شي ده لسه جيوش حارسة حارسة دورة حارسة دورة متقدم ماشي والله العظيم ياكل من عمارة لعمارة. أبشرك الخرطوم تحت السيطرة كانوا هن الغناصين مسيطرين على الخرطوم. أنا أبشرك الآن غناصيننا مسيطرين على الخرطوم وتحت السيطرة. عندنا غناصين عندنا مشاة عندنا معدات تقيلة عندنا طيران مسير عندنا كل حاجة. الآن العمارات اللي كانوا قاعدين فيها نحن الغناصات اللي كان الليل عندنا نحن الآن المعركة بنديرها نحن. البلد دينا من انسحبنا من جيشنا انسحب من الخرطوم انسحب بكيفه ما انسحب خوف ولا انسحب عدم قدرة انسحب لأنه ما كان في تسليح مناسب وما كان عنده قوة كافية بدل يفقد القوة اللي كانت موجودة سحبها بمزاجه. والليلة لما رجع رجع بمزاجه رجع بكيفه بمزاجه هيرجع هيستلم الخرطوم دي شارع شارع زقاق زقاق هيطهير منه. شفت النجوس دي ما حتلقاهم في مكان ما حتلقاهم. احنا لما طلعنا من الخرطوم ما انهزمنا ولا في زول قدر هزمنا واي مكان طلعنا منه بكيفنا وبإرادتنا واي قاعدة طلعنا منها بكيفنا وبإرادتنا واي مكان عسكري طلعنا منه بكيفنا وبإرادتنا ما هزمونا نهائيا. الآن احنا بنرجع له بكيفنا لأننا في قمة الجهوزية لأننا قادرين الآن لأنه عندنا كل حاجة لأننا اكتملت الترتيبات. الآن جيناك الخرطوم الآن كلها تحت سيطرة الجيش من المقرن وانت ماشي العمارات اللي كله لسه الباقي ما معروف شغال الجيش ما واقف غير الجيش ده في جيش بهناك بتاع القيادة شغال محصر لك الجماعة ديل في العمارة الكويتية والله العظيم ما يخلون شفت يشموا نفس يشموا نفس كده ما يشموا قاعدين والله يا يسلم يا يموت. شغالين فيهم غازات شغالين فيهم مسيرات العمارة دي مردومة عمارة دي فيها كم طابق 15 ولا كم مردومة مليانة جنجويد مليانة شفت ده أكبر صيدة حتكون صيدة كبيرة جدا شفت العمارة دي ولا تقول لي القصر الجمهوري القصر الجمهوري ده في متناول اليد. أنا بش أديك لان من الآخر القصر الجمهوري في متناول اليد في متناول اليد نكلمك أقول لك والله العظيم في متناول اليد العمارة الكويتية دي لأنهم اتردموا جواها لا بيقدروا يطلعوا إلا عندهم ضرب واحد البحر تقع البحر يسلم نفسك من كل الاتجاهات يا تقع بحر تموت يسلم نفسك يا تطلع تبقى راجل تداوس. انت مش زمانك بتتكلم وينو جيشك وينو جبنا لك الجيش قدامك اطلع داوس اطلع ما هدول جيش جاك انت قلت داير الجيش هدول جاك الجيش اطلع داوس ولا جاك بطيران ولا دقاك جاك برجوله اطلع داوس الدسه جوا بتقعد كم 100 سنه قاعدين حارسينك الغاز ده بطلع الفيران شفت الشطه اللي نايدو بتجيك جوا والله بس تردين بومبان زي المظاهرات واحد لانك والله ما تسوى حاجه. الوضع ممتاز جدا 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 وزي ما قال شفت الناس كلها متفائله والله وفرح ومعنويات فوق والكباري دي حقتنا نمشي فيها برجولنا نرقد في نص الكوبري نقطعها في اليوم 3 مرات ما في زول عنده فيها حاجه تسمع ما في والله بيبكوا بكاء وصراخ والله واصل اي مكان الكباري دي والله كل الكباري تحت السيطره ما عندهم اي حاجه. الان الباقي بتاعنا ونديل افرش عليهم هناك في الضعيف اللي عنده زول في الخ افرش وساي اللي عنده زول في افرش اسمع الكلام افرش قصه منتهيه ما في حاجه عشان نقعد
نخدعك ونكذب عليك. نمشي بحري، نزلت لك هسه فيديو قبل ما اطلع بدقيقه، فيديو ده من بحري هسه الان، جيش شغال متقدم متقدم ماشي ماشي، وصل مراحل بعيده، وصل مراحل بعيده، وصل والله وصل مراحل بعيده. خلاص الحلفايه دي كلها انتهت الحمد لله والشكر لله، الامور طيبه وماشي لقدام، ما في والله بيت بيت، عمار عمار، شارع شارع، ما في والله جثث بتاعت المتعاونين في الشوارع على قفا من يشيل كلاب الليله تشبع، اي متعاون بل طوال طلقه والراس، ولا رحمه، جثث مجدع في الشوارع، كلاب اكلت لما شبعت، جيش متقدم ما في اي حاجه، ما في اي مشاكل، ما في اي مشاكل، والله ما في مشاكل ولا في اي حاجه، مكانه وين خليه لحد ما الامور تظبط، يعني ما باقي حاجه، ماشي والله ماشي قدام، رجعه ما في، سيول بتاع الجيش السوداني، والله كل الناس مبسوطه وكل البلد مبسوطه. ودي عندك الفيديو ده من جوا، من جوا الان قبل دقيقه انا نزلته لك، الان هناك رسلته لك، الوضع ممتاز جدا 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 جدا، سيطرنا الكوبري وسيطرنا، نظفنا حوالينه وحوالين الحلفايه واللي بور طيبه، وبهناك عندنا جيشنا بتاع كرري بيصل كدره وتلاقوا، والناس ما شاء الله، وشفنا اللي زي رقاب وشفنا المناطق هذولها، قطعنا شوط بعيد 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 بعيد، باقي لنا قري والمصفى، والمصفى معظم العربات اتحرقت، بس باقي خرج الروح شويه طويل، دلما الروح بتاعته النكسه، اعمال سيئه عشان كده لازم يتعذبوا شويه، مصفى بس اصبر لسه لسه لسه، الناس دي حرقت العربات عايشين في هلع، حاول عندهم كم عربيه تطلع الليله اتدقت، اكثر من 7-8 عربات حاولت تطلع انجغمت، حاولت تطلع بشرق انجغمت، ما عندهم حاجه، قاعدين جوا، يا يسلموا يا انجغموا، يا يسلموا يا انجغموا، ما عندهم، ما في خيار، ما بتمرق ما بتمرق، استلمنا المصفى، استلمنا قري، الجزيره حره، استلمنا المصفى، استلمنا قري، الجزيره حره، استلمنا المصفى، استلمنا قري، الجزيرة، ما بقول لك بحري، بحري دي ما خلاص، أنا عندي بحر اتحرر، لأنه في مفاجأة. في مفاجأة. بحري دي أنا عندي اتحرر، بحري ما هو الجيش اللي دخل ده، قسماً بربي الذي خلقني. بحري جواه جيش قبل ما يخش الجيش ده، بحري في نص الجيش. أكلمك عشان الناس تكون عارفة، مليانة جيش بحري، الجيش كله طالع من جوا، ما طالع من جوا. الان مسكنا قوات كوبات، وحيجي اليوم حشرح لك الكلام اللي بقول لك فيه، انا في كلام ما بتشرح لكن انا بفهمه وبقول لك، الان المصفى الليله زاعوا المصفى، تم تحرير المصفى، تم تحرير قري، الجزيره حره، ولا بناخشك، بس الجزيره حره، لانه ديل ما عندهم حاجه، ناس الجزيره ديل كل ذول بيجري على اتجاه، ما بيقعدوا، كل ذول شفته بيمشي يشوف له طريقه بتاعت حدود يطلع. اللي بيعمل نفسه مجنون، اللي بيعمل نفسه هناي، اللي بيعمل نفسه هناي بيتخرج، لكن المصفى وقري، لانه الان حجر العسل تامين كامل. الجبال الفوق تامين كامل. التصنيع الحربي عباره عن غرية، يعني مدينة كبيرة ما صغير، ما مصنع كده انت تصنع قري قري بس بيت كده وخلاص، لا كبير، حاجة كبيرة، فهن قريبين وشغالين، ما اكتمل لسه، ما اكتمل، كذلك المصفى، اكتمل المصفى واكتمل قري، مبروك الجزيرة. بالنسبة لسنار والمناطق ديك ما عندها حاجة والله، ولا عندها أي حاجة، بس زانقنا ونساي، بس ما دارين يخسروا الذخيرة، مقفلين عليهم من جميع الاتجاهات، لا عندهم وقود، لا عندهم اكل، لا عندهم شراب، هم حاصرينهم. الطلقه اغيا منهم، تخسر في وسخ زي ده طلقه اغيا منهم، اغيا منهم، الناس النار ديلك دارين يقبضون زي القبور.
محاصرين جبل مويه، محاصرين سنجه، محاصرين الدندر، كله محاصره. جيوش كبيره جدا جدا جدا. مدن الطيران اشتغل فيها في نفس الارتكازات اللمس، وفي نفس الارتكازات ده قليله كميه. الفي مدني كله بصيد بيطلع برا. كيك العربات كملن وحاجاته كملن، ما عنده اي حاجه. الان لا في داري يفتش طريق، عشان كده بنقول لناس في الحدود اي مره لابس عبايه فتشوها، هلا تفتح تشوفوا وشها. معليش عبايه نحترم اسلامك ونحترم دينك، واحنا والله ما قصدنا، لكن نتاكد افتحوا الوشوش تحت الناس اللي لابسين عبايتهم نقابات. كيكل اكيد بيلبس عبايه. اسمع كلامي ده، كيكل بيلبس عبايه؟ بيلبس عبايه. كيكل بيلبس عبايه، ما يجيك منقبه مما تلقى لك مره منقبه وعاليه كده ده تعرفه ده كيكل. مما تلقاها منقبة كده وعالية وبتمشي من جنبها تعرفها كيكل. تعرفها كيكل طوالي. الآن ما عنده حلل، أولاده قاعدين في مصر. والآن داير يطلع بأي طريقة. داير يطلع بأي طريقة. الارتكازات أي مرة منقبة معلش. إن شاء الله شفتوا تودوها تجيبوا لها واحدة تفتح وشها وتودوها صورة، تطلعوا صورة بدون شنب. وطلعوا صورة بدون حواجبين، وطلعوا الصورة بتاعته كله بتاع الكيكل، عادي ممكن يلبس حلق، عادي ما ده زيه زي الهناي، عادي. ده ما قواده. ده ما ديوس، ده عادي عنده، ممكن يلبس حلق، ممكن يقدوا له أظانه، عادي. ده عادي ممكن يركب أي حاجة، ده ما عادي، عشان كده الناس تكون حريصة في الكلب ده أصله ما يطلع. شفت الكلب ده؟ أصله ما يطلع، ما عنده حلق. الآن كلهم بيفكروا في الشر ده. اسمع الكلام ده، كلهم بيفكروا في شر ده. كلهم العملاء بيفكروا يقدوا سلي. بيفكروا يقدوا سلي. الناس تكون عارفه والناس تكون واعيه. كيكل ده اهم من الانتصار. كيكل الجواد اهم من الانتصار. شفت كيكل الجواد ده؟ واهل ناس الشرف المناسب ناس طه وناس سابق اولاد الحرام، اقسم بالله اهم من الانتصار. شفت اولاد الشرف هذول ال 182؟ والله ديل هم من جنجوي التشاد، لانه ديل اولاد حرام. لانه ديل اولاد حرام. شفت ديل ما يطلعوا ناس ثابت، ثابت ده فتشوه. برضه بيجي معاه كيكل ثابت وطاها وناس كيكل ديل. اصله ما يطلعوا، اصله ما تخلوهم يطلعوا. نهاية ما في حاجة. الناس دي انتهت، الناس دي انهارت، الناس دي ما عندها حاجة. انهارت عديد، تعرف الانهيار؟ الناس دي انهارت. الناس دي انهارت رسم شعبي. انهيار تام. لو قلت لك ما في انهيار انا كذاب، انهارت. ركك على المصفى واقول لك شكرا جزيلا. تاني الناس الجزيرة براون الجوة، والله انتهوا من الجنجويد البرا. لو فضل فيهم جنجويد. القصة خلصانة. لا فيها تعب ولا فيها مشقة. طالما الجيش وصل لجهوزية محددة ما في حاجة. والخبر اللي كان سمح والخبر السعيد، مشتركة دخلت خلاص المنطقة بتاعت الجنينة. ما بعيدة من الجنينة. نازل حيمشي يسدوا وين؟ حيمشوا يسدوا الضعين، حيمشوا الجنينة، حيجوا الفاشر، حيجوا لناس هنا. نازل خلاص. الناس دي اتعملت لهم القلاشة العالمية. اتعملت فيهم القلاشة العالمية. الآن المشتركة ما حتقعد هنا، دي البداية داخلة الجنينة، ومن الجنينة حتمشي حتتقدم، حتمشي نيالة، وحتمشي زالنجي، وحتمشي آخر منطقة بتنتهي فيها الحرب من الآن. آخر منطقة حتنتهي فيها الحرب الضعين وليس الجنينة. آخر منطقة حتنتهي فيها الحرب الضعين. الضعين وليس الجنينة. الضعين هي من الجنينة، خلاص سيطر على الجنينة المشتركة. الأمور طيبة، بعد كده بيجوا زحفين. ما في، خلاص القصة خلصانة خلصانة. لا تقول لي جنجويد، ولا تحكي لنا قصص، ولا تجينا في أمر واقع يا خالد السلك ويا خليفة الكذاب ويا الرمم القحاطة. جينا في واقع بعد كده، قصة حكي وحجة ونسى انتهت. قلنا لك قربت والجيش قادر، قلت لنا ما بتخشوا. قلنا لك الجيش بخش بحر والموضوع ساهل، قلت لنا ما بيحصل. قلنا لك ان الجيش بيرجع، قلت ما بيحصل. قلنا الكلام ده قلتوه.
وموجود البوستات حقتكم، قلتوا الأسباب إحنا بنعرفها، إحنا هديقون لكم بيان بالعمل فيديوهات. جيش الآن جوا المقرن، والجيش الآن محاصركم في أي حتة، مزالة بتاعت وقت، وتسمع القصر الجمهوري وتسمع العمارة الكويتية وتسمع الطريق فتح، وتلاقوا الجيشين كرري والقيادة، كرري والقيادة، جيش المهندسين يا هو بمثل كرري والقيادة حيتلاقوا. بالنسبة لهناك الآن قطعوا ثلاثة أربعة بحري، لو مسكناها من الكدر وللمركزي قطعوا ثلاثة أربعة بحري، باقي شنو؟ باقي لك من هنا للمؤسسة، من هنا للمؤسسة ما في حاجة كثيرة، ما في شيء كثير، فيها بسيط بس على يدك اليمين الشنبات تطلعوا منها الناس قبل أيام وراجعين، يعني ما في حاجة، ما بتاخذ زمن، ما بتاخذ زمن كثير، بهنا ما بتاخذ زمن كثير، يعني ما زال عندك جيش الإشارة بهناك، وعندك بهناك شندي موقف شندي، وعندك الجيش بتاع الصناعية وقيامة قائمة، يعني حتمشي وين؟ القصة منتهية والقصة خلصت، والبلد الناس الدارين يرجعوا يرجعوا، والناس بعد كده يكونوا قريبين، ناس بعد كده تكون قريب مش تستي في الشنط، تستي فوق الشنط، ناس تكون مش قريبة، أقرب من قريبة، لأنه الشغلة دي أنت بتقوم من النوم بتلقى الوضع ما هو ما حتستمر كده، حتة ما بتستمر، شغلة دي كده فجأة كده بتلقى الشغل انهار، الناس دي سلموا هنا سلم ليه؟ لأنه كلهم كل ذول حيفكر يتخارج، لأنه بعد كده الموت يا تموت يا تجر، حيقعدوا يستنوا حيمتي الهيكل العظمي وهون عارفين انه ميت، ما حيستنوا، حيقعدوا يستنوا خالد سري، حيقعدوا يستنوا خالد حيوب طلع في الحدود، حيستنوا بقال، بقال ذاته يكون شتت، حيستنوا الناس دي كلها خلاص. الآن الناس اللي عندهم في الحصحيص المفروض طوالي من هناك يطلعوا برجولهم، يقوموا جارين كده يشوفوا لهم طريق يطلعوا، لأنه ما عندهم حلل، حلل ما في، ناس كنا في الخرطوم انتهوا، ناس كنا جوا الكتو محتمدين انتهوا، والمصفى ساعات وتسمعوا الخبر المصفى وهنا انتهوا، حتقعد تحرس منه؟ ما عندك حال، ما عندك أي شيء، ما تقعد تكذب تقول والله أنت ما في، الجيش ده ما بيتداوس، الجيش ما بيتداوس، قصة خلصانة، القصة انتهت، القصة ما فيها أي لف ودورة، القصة ما فيها لف ولا فيها دوران، القصة نحن بالينكم 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 بالينكم، القصة نحن بالينكم بالينكم، يعني دي ما فيها لف ودوران ولا فيها حاجة. في خبر طلع من تشات اللي هو الخبر بتاع الخبر بتاع إغالة مدير مكتب كاكا، إغالة مدير مكتب كاكا، في ناس بيشوفوا الخبر ده بسيط وبيقول لك لا احنا خلاص انتهينا والزول ده احنا ما همنا، اللي هو اللواء إدريس، اللواء إدريس يوسف بوي، اللواء إدريس يوسف بوي، أنا على ما أعتقد في أسرة كانت قاعدة في الجنيت اسمها أسرة بوي، أعتقد بنت ملا صلاح مناع، لو ما الذاكرة ما تخون، نفس الأسرة تحت العميل الخاين ده، أنا تحت بعتقد كده، بنتحرك بنشوف العلاقة بين بوي الخاين اللي هناك وصلاح مناع بوي الخاين حقنا، هل بيناتهم قرابة؟ أكيد حيكون بيناتهم قرابة، لأنه صلاح مناع ده عبارة عن خاين عفن وسخ ابن حرام، تربية بتاعت مريسة، حيطلع نافع زول ما عنده شرف ولا عنده أخلاق، حيطلع لك حيطلع لك تافه وخاين. الزول اللي اسمه إدريس يوسف بوي ده اللي هو حلقة الوصل بين كاكا واللغنح كاكا، وتدخل كاكا في المعمعة دي، تدخل كاكا في المعمعة دي، والأغراه والسواه والوصل للحتة دي، أمس الزول ده ضغوطات جوا الشعب التشادي زعلان الوضع دار يتفجر، الزول ده شاله شاله، الخطوة دي براء ما كافية، ليه ما كافية؟ لأنه الخطوة دي لازم يكون فيها خطوات كثيرة، ما هو انت مستحيل تجيني تقول لي انا خلاص وقفت ساي بعد ما انا انتصرت، تجيني تقول لي والله انا وقفت ودار اعمل معك تاني علاقات، انا ما بضمنك تاني،
ولا بضمن لي دولة تعمل معي علاقات. خلاص دي 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 الغرغرة. ترى ما في دولة تعمل علاقات. أنت فاتح للآن أطرد الإماراتين، أطرد الإماراتين، أنت داير أطرد الإماراتين. أنا دي خطوة ما كافية، دي خطوة ما كافية، أنت أطرد الإماراتين. جيل هنا الآن المتحكمين فيك، دخل اللي شلته هاي ده عميل وخاين وهو السبب. شنو يعني الفايدة شنو؟ طالما أنت عندك قاعدين معك عديل رسمي شحمي، ما في فايدة. الآن أنت دار تكمل أطرد، لأنه الشعب التشادي ما أشوف علاقات وقوة وبيناتنا هنا صلة. أدي ما بتاكل إيش ولا بتقسم معانا. حكومتكم أزتنا ودولتكم أزتنا، أزتنا. كنت سبب في استمرار الحرب، كنت سبب في استمرار الحرب. خلي صلة رحم وادخالنا وادعمنا وبيناتنا الحب والمحبة. والله دي ما بتخلينا نرجع عليكم، ولا بتخلينا تاني نفتح حدودنا ليكم، ولا بتخلينا نعمل معكم علاقات. للأسف دي الحقيقة، لأننا نحن اكتوينا بنار الغدر والخيانة من اتجاهكم. احنا وثقنا فيكم، وثقنا في، احنا بنتكلم عن الشعوب ذاتها، ما الشعب ذاته لو ما الشعب رضيان ما انت ده زول بتطلع طوال تكسر ميتين، وتطلع الشعوب التشادية تطلع. طالما عارفه ده غلط مفروض تطلعوا الشوارع ضده، مفروض تمشوا تحرقوا القواعد كلها الاجنبيه اللي قاعده في بلدكم. لكن احنا في النهايه الشر بعم والخير بخص. لما نتكلم عن الان الخيانه بنقول تشاد، بنجمع وبنقولها بالفم المليان. والله ما بقول التحيه للشعب التشادي، عملت شنو شعب التشادي؟ سويت شنو؟ ما سويت لي حاجه، بالعكس احنا قاعدين لنا كم سنه وستة شهور الخيانه من بهنان. داخل السلاح، داخل التشوين، التجنيد، حتى الغوات المعارضة التشادية جات دخلت في الحريم. أنا أقول الشعب التشادي كيف يعني؟ شعب التشادي بيشمل الخاين والعميل وابن الحرام وابن القواد وابن المجنونة النيس، ده كلهم بيشملهم. أنا أقول كيف التحية للشعب عمل شنو الشعب التشادي؟ سوى شنو؟ ما دي بلده وديل مفتوحة الحدود وبدخل لنا الموت باسم الإغاثة. استقبل ناس غاصة عندهم دول مدفوعين الغيمة، بيدفعوا لهم بالدولار، دي المنظمات بتدفع بالدولار، وناس بتسرق منهم، بيشيلوا الحكومة بتدخل منهم كمان، ولا بتدون ياكلوا. ودي الحقيقة. بنقعد نقول لك والله شكرا لك، احنا ياما استقبلنا عفن ووسخ في البلد دي، وياما استقبلنا ريمم وخنايت في البلد دي، ياما استقبلنا ناس ما عندها قيمة، ما خلينا لنا بلد، ما فتحنا بلد، بلدنا دي لا يزول. احنا بنجيب التومين لينا ولغيرنا، بنجيب السلع الاستراتيجية لينا وبناكل الدول اللي حوالينا، لانهم كانوا دول ما عندها ولا اي حاجة غير السكر والعربدة والكلام الفاضي وقلة الادب وطولة اللسان. احنا عبارة عن بغالة كبيرة ليكم. عمرنا ما شكينا ولا كلينا ولا ملينا ولا قلنا ولا 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 ولا. احنا انقرصنا عشان كده بنركب اي زول. اي زول ولا تحيه لاي ناس، اي ناس منه ما تحيه لاي زول، تحيه للشعب السوداني فقط. تحيه للشعب السوداني. تحيه لنا نحن. الرجال اولاد الرجال، تحيه لنا نحن. ما تحيه لاي شعوب. شعوب ما وقفت معانا عمرنا ما نحييها. ولا لاي مكانه. دي نهاية ولا بتحصل تاني، ولا في زول بيسوقنا وخلاص والشعب ما في شعب. احنا الحاجة اللي كنا فيها دي ما حاجة سهلة. عشان نجي نشكر لنا شعوب بتتفرج علينا. عشان تيجي نشكر لنا شعوب ثلاث ارباع ال 600 ألف ولا 800 ألف دي منهم اجوا دخلوا ديل بيقاتلوا للآن بيقاتلوا. الناس لو كانوا دارين يقفلوا الحدود كانوا قفلوه. لو دارين يسدوا الحدود كانوا سدوه. لكن لا فاتحنا ونجي في النهايه نجي نقول والله واحنا شعوب ما في شعوب مع بعض. ما في والله ثاني كيلو رز ما يشال من السودان لدوله ثانيه يتباع برا. وقانون التهريب والله اكثر من شفت الزول القاتل كتل احتمال نخفف على الحكم. لكن اللي بهرب له تكه بتاع السروال والله اعدام. القشه اللي تكه بتاع السروال بدون جمارك طوال يعدموه قبله في مكانه ويخلوه للتجار الباقين. تا
يعني ما في وجية بتاع السكر بتخش لها دولة، ما في ربع كيلو دقيق بخش لها دولة، ما في ملوة بتاع عيش بتخش لها دولة. ده 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 تخطوا مني أنا أسمع الكلام ده، الكلام ده من إصدار فرمان الشعب السوداني. ده عجب وعجب والما عجب ويركب السما ده فوق. شفت تاني أفريقيا والله نجوحكم والله. شفت لو ندي للحمير عدم المؤاخذة في الشارع ما في دولة تاني تاكل مننا ملوة بتاع عيش، والله العظيم ندفقوا في الواطة، ندفقوا في الواطة، ندي للنميل نمش نشيله كده نرقد في ساي نعمله مرتبة ما ندي كل تاني. ودي الحقيقة، القوات اللي اتدربت دي والقوات الجادة كلها محتاجين لها في الشرطة ومحتاجين لها في الجيش ومحتاجين لها في الأمن، دارين قوات عدد خرافي 2 مليون 3 مليون. الحدود دي تتحارس شفت زي سلك الشايك بشري، رواتب كاملة اليوم. التهريب ده ما بخش معناته احنا ما شاء الله اقتصادنا بيطلع السماء، الشعب السوداني جوا بياكل الشهد، لكن انت بتجوع وحتحتاج لنا ما بنديك، عندك قرش بنديك، ما عندك ما بنديك. ولا نحن بغالة تاني فاتحة عليكم ولا في علاقات ولا شكرا لأي شعوب الأرض إلا الشعوب اللي وقفت معانا. شكرا الشعب المصري، شكرا الشعب القطري، شكرا الحكومة المصرية، شكرا الحكومة القطرية، ده اللي ممكن أنا أشكرهم. لكن أجي بعد أقول أقول لك والله نحن وعارفين نحن لا أنا ما أتشهد ما واحد، إحنا قال من واحد، قال من واحد، قال لك من واحد، ما واحد، مختلفين جملة وتفصيل. إحنا عمرنا ما كنا خونة، عمرنا ما نحن غدرنا، عمرنا ما غدرنا بالزول اللي بياكل معنا في صحن واحد. عشان ما يجوا يسوقون الشعارات، احنا الشعارات دي كلها شفتوا كسرناه، كسرناه حباب النافع تاني، حباب النافع، حباب النافع، ناس اللي وقفت معانا على العين والراس جميل ليوم القيامة. والله عمرنا ما يشوفوا مننا أذى. الناس الواو والله غير والشركرته وما شوفوا حاجة. لا تطلعوا تشغل عنده وقريب وعنده معلش انت والله للرحب والسعة، لكن تاني قريبك اللي هناك ده والله بالنسبة لنا مركوب مركوب. لا دارين معون علاقات، دار تسافر ليه بجوازك سافر ليه بجوازك، لكن نلقى لنا زول قاد سيلي، نلقى لنا زول مهرب ليه وقية بتاعت شاي، نلقى لنا زول مهرب ليه والله نركبك طلقة في راسك وراسل معك ولا بنجامي. ده القانون اللي بنعرفه اللي بيحمي البلد وبيخلي الناس تاكل وبيرفع الاقتصاد. لو احنا دارين دولة محترمة، احنا دولتنا بنجيب التموين حقنا لكل الدول، بكل الدول بيشيل مننا، هناك يبيعوه يجيبوا لنا، ما نلقى المواطن السوداني ما ياكل، ياكلوا برا. يخلي يقول لك المثل لو ما كفى اهل البيت احرم على الجيران، اقسم بالله اي ناس البيت ولا بشوفوا، كل تاجر يشيل يمشي يحرب برا يودي برا. والحكومات هناك ولا بتشتغل ولا عندها شفتها حاجة اسمها سلع استراتيجية ولا عندها في الميزانية، لأنه عارفة بجيبها له من السودان. وإحنا نقعد تاني نتغشى، ده عندنا أصل هناك وده عندي قريب في الدولة ديك وأنا عندنا هناك وشيلاك التاجر. والله شفت قانون التهريب ده أكثر من قانون الإعدام، شفت الناس اللي بتقتل ده أكعب، شفت التهريب ده بالذات خط أحمر. دولة سودانية بتاكل ولا دارين تصدير ولا دارين نصدر في الوقت، دارين دولة احنا ناكل اول نشبع ثلاثة سنة، لا في تصدير لا في خروف بيطلع ولا في هنا، ما دارين نصدر ثلاثة سنة، دارين الشعب السوداني الفترة ياكل لحم، ياكل لحم. شفت دار تربي خرفان ويدرس تبيع هنا، يا تخلي ان شاء الله تخليه يحتزل برا وكده يقول لك ما تطبح، لكن دار تاني والله اكون ناس ماشيين نودي خرفان العمر ما في تاني. والله هم مطلب عند الشعب السوداني لو دار يعيش وياكل ويتمتع يمنع حاجه اسمها تصدير، ما محتاجين لعمله من التصدير اساسا. قروش التصدير دي اسمع كلامي ما قاعد تجيب، بتمشي للجيوب بتاعت حراميه. شفت قروش التصدير ما بتجيب لك ولا حاجه، بيشيلوها الحراميه، بيشيلوها الحراميه بياكلوها، دي ما بتخش ميزانيتك ولا بتشوفها بعينك ولا مستفيدة منها الدولة، بل بالعكس مساعدة في الجوع وفي الفقر وفي غلاء المعيشة. التصدير يا هول بيخلي المعيشة غالية، انت في ذات ما مستفيدين، ناس بيشيلوا اي حاجة. عشان كده عندنا سلع
تمش عادي الذهب عادي، لكن شفت حاجه بياكلوها ممنوع منع عباد. حاجه بتتاكل ممنوع ممنوع، شفت لا قمح لا سكر لا عيش لا غيره لا غيره لا خرفان. دخل لي براها الحياه دي بتمشي تشتري كيلو اللحمه بالارخص ما يكون، تمشي تشتري اي حاجه رخيص، لكن مجرد ما فتحوا لك تصدير من اللي بيبيع لك هناك بيبيعوا بالدولار برا، هنا بيقيسها بيحسبها لك بيضربها لك بهنا، يخد لك الخروف بكده الخروف ده. ده الحاجه زادت الاسعار، الاسعار دي ما احنا ما البلد عندنا ما عندنا جفاف عشان الاسعار تزيد، ولا عندنا نقص في الامكان الموارد ولا لا لا، بس لانه الجشع بتاع التجار لقوا فرق بتاع سعر بين التصدير وبين البيع، هنا بيقوم بيحسبوا لك البيع بالتصدير ليه برا، يعني الخروف لو برا بيتباع ب 500 ريال بيضربوا عليك به هنا بيباع به كم؟ يبيعوا عليك به كده. ليه؟ السبب اللي بيخلينا احنا نرتضي الناس برا ياكلوا واحنا ما ناكل ليه؟ سياسه التصدير. طالما في مواطن 40 مليون 48 مليون دي نستفيدوا من مواردنا الطبيعيه، نستفيد منها نحن ولا تستفيد منها، عجبك عجبك ما عجبك ما تبقى راعي ولا تبقى عندك خرفان اقعد، لكن دارين بس كل زول داري ربي عشان يودي برا واحنا نجوع. الكلام ده ما في تاني، الكلام ده ما في. المواضيع دي حتترتب وحنتناقش فيها بعد ما يجي الانتصار باذن الله، والانتصار ما باقي عليه كثير. الدعوات الناس تقيف مع جيشها، ما تسمع الاشاعات، ما تسمع الطلس، ما تقعد تسوق الناس بالدقداق، والله الكلاكله نزل جيش، والله الديم نزل جيش، والله ده كله كلام ما عنده اي قيمه. الناس المتابعة وقريبة بتكون عارفة انه الشغلة دي ما سهلة، ولا شغلة بتاعت انه الناس دي الليلة دخلوا بكرة بكونوا وصلوا، لا احتمال لسه دارين وقت عشان يصلوا القصر ودارين وقت على الليل، لانه الشغلة الناصين، شغلة ما جيوش، الشغلة دايرة صبر، شغلة دايرة وقفة، الشغلة دايرة دعم، دايرة وعي، دايرة الناس تقيف مع جيشها. نحن ماشيين للخواتيم وماشيين للانتصارات، وبإذن الله تعالى هانت، بإذن الله تعالى هانت 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 زي ما وعدناك. هذا هو قدامك الانتصار، زي ما قلنا لك بإذن الله هذا هو الانتصار جنبك، انتصار جنبك. الحاجة اللي كانت الناس شايفينها مستحيلة وإحنا كنا شايفينها بتحصل بتحصل، كنا عارفينها حاصلة حاصلة، أن البلد دي حتتحرر حتتحرر، مسألة بتاعت وقت، شاء من شاء وأبى من أبى حتتحرر. لكن في ناس عندهم حاجة فاهم في راسه بيكسر، بيقول لك لا لا ما في، وما حيخش وما حيمشي وما حيسوي. بحر الآن والله شغل فوق، كدر ومناطق كلها تمام التمام، مصفى ساعات، مصفى ساعات والموضوع يخلص. الخرطوم ما شاء الله تبارك الله حدث ولا حرج، عندنا ناسنا والله راكدين في الكوبري والله يتقلبوا كده زي ورا اللوبة، امور طيبه ما عندهم اي عوجه ولا في اي حاجه. والمحاور الثانيه كل الناس دي اتلمت في حتات ومشت تدعم، والمات مات والشرد شرد والعرد عرد واللبس هناي لبس، وكل زول الان بيقول نفسي 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 زي يوم القيامه، كل زول فيهم بيقول شنو؟ نفسي نفسي نفسي. ليلة الطيران لقى هو غرب اللبيض كلها معرده وماشيه بالطريق الجريد، كلها تبلد كلها تبلد، والناس الجايين من الاتجاه ذاك بيقول لك كلامي ده كذب. الشارع على النيل ماشي ناس ماشيه، ناس مشتته ماشيه معرده، قطعوا به مركب قطعوا ماشيين جاريين ماشيين كده عليها لون، السلاح ما بيقدر يشيله ثقيل. بيقول لك الحقيقه القصه انتهت وحسمت، رفعت الاغلام وجفت الصحف، المعانا معانا والضدنا ضدنا، ثاني ما في عذر، خلاص قصه انتهت. لا فيها ود هنا طلع بتاع الحزب الاتحادي قال لك البرهان مبادرته، ما في مبادره ولا في زول بيجيبكم ولا في زول بيحكم. اسمعوا الكلام اللي بنقوله لكم ده، والله ما فيكم زول بيجي تاني يتقدم صف، لا حزب لا غير حزب، لا سياسي لا ريب. اسمعوا الكلام ده، ده من الاخر، داعمين البلد دي الجيش ده عشان الوطن حبابكم، داعمين الجيش عشان تيجوا تعملوا فيها يوم من الايام تتقدموا الصفوف، لا تملكون ما تتقدم، ما عندكم حاجه تتقدموا بها الصفوف، ما عندكم انتوا اي حاجه عندكم حبه، ما في ولا تحلب
شفت بعد الانتصار ولا تحلم ولا تحلم عسكرية 100%. احنا شايفين كده الحاجة الوحيدة اللي وحدتنا جيش واحد شعب واحد. نكون شعب غبي ما بنفهم لو فرطنا في الشعار ده، لو دارين نتفرتك ودارين وحدتنا تبقى مشاكل نبعد من الشعار ده. الشعار ده يا هول لامينا، الشعار ده يا هول خلينا مع بعض، الشعار ده يا هول بيقلينا الحد الأدنى للوطنية عندنا، ده المتفقين عليه كلنا، ما في حاجة ما في حاجة جمعتنا غيره. احنا لو شعبي واعي ده الشعار اللي يجمعنا لقدام ونمشي معاه. اي مخالفة اي لف ودوران معناتها الرماد كالحمل، لاننا لا بنسكت ولا بنرحم. كلنا جيش واحد شعب واحد، وكلنا جيشنا فوضنا جيشنا. لا في ذول قال لك برهان ده هنا ده قال لك، وشفنا من خطاب انه برهان لسه دار المدني، ما في مدني. القرار قرار شعب. اسمع الكلام اللي بقوله لك يا تيبشيا، القرار قرار شعب، لا حكم مدني ولا ديمقراطي ولا يحزنون. احنا دارينا عسكريه، يونو عسكريه يعني سيخه، تعرف السيخه بنوريك ليها، ما في لف ولا في دوران، عسكريه يعني عسكريه. وده نحن بمزاجنا ما بمزاج اي زول. لا تحلموا ولا يوم من الايام تخطوا انكم تيجي تقعدوا مائده مستديره ومائده مربعه. الشعب ده بحرككم بمائدتكم بمستديرتكم باي شيء. الشعب ده دفع ثمن غالي ثاني ما بيفرط في دولته. ولا بديالي صعاليك ريمم، ولا بديالي قوادين كلاب منظمات، ولا بديالي عملاء، ولا بديالي اسر قذره بمعنى قذره. الكلام ده واضح يا ريمم، واضح يا ريمم، واضح يا ريمم، واضح يا ريمم. عشان ما تحلم بندق اي زول، اي زول بيجي يقول ما عسكريه بنبين لك. شفت العسكر ده رجاله نمسكه ليه؟ رجاله يمسكه كده بس، نقول له رجاله دي لا قتل ولا حتلاقيك. احنا الشعب ده العسكر ده نقعده رجاله، بالرجاله يقعد يحكي كده بس، ولا بنلف ولا بندور ولا بتاعين ثلاث ورقتنا واحده عسكريه، اي ورقه ثانيه محروقه بالفيه. اي كلام غير عسكريه والله غير تدق ما عندك حلل، وتتركب ما عندك حلل. الكلام ده واضح يا انتهازين، الكلام ده ولا بنجامل فيه. العسكريه دي بكيفنا نحن الشعب السوداني، والعسكر ده بنمشي له عديل نفوضه تاني بعد ما ينتصر، بنعمل مليونية الانتصار والتفويض بتاع العسكر انه يحكم السودان. حنطلع كل الشعب السوداني عشان يحافظ على بلده. الشعب السوداني الوقت داك حيطلع، حيطلع ليه؟ لانه تاني لو فرط في البلد تاني ما يزال برجع بتين ولا يقول لك تعبنا. لو فرط فيها تاني بعد ما تجي يبقى تاني تختار خلاص. الان حيجي الانتصار، بعد الانتصار حنفرح، بعد الفرح مليونية تفويض القوات المسلحة السودانية لإدارة الدولة السودانية وإدارة الشأن السوداني. كلام ده منتهي منتهي، لا في لف ولا في دوران. الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية، وبإذن الله تعالى منتصرين، والانتصارات جاية والبشريات جاية، شاء من شاء، أبى من أبى، نطط من نطط، طار من طار، جايه جايه باذن الله تعالى. الله يديكم العافيه. سلام.